نمشي بقى بسرعه في الحكايه دي. انا لسه كده قلت على فرانس كوزي من اس ام اتش بلس بروفا جدا حاجه من السكينيا كان مازبين اوبيتس الانتي سايكوتكس بلس وممكن حاجه في الفيو ثيرابي بلس بقيت الفيكوينت بلس لو كان عندي بيمير ممكن نورمال سلايد اهو استخدم بقى بلس ده لازم يبقى انفيشن ولازم يبقى اندر اسيستنت. الهايبر بوليميا زي ما قلنا في الديسيشن وشوف الدرس اليو بيبي بيشنز بقى اس اي اتش ممكن اقسمها لمالتي موديل 123 او 130 ممكن زي قبل كده في الديسيشن ونشوف الدرس سيفير هايبر بوليميا بقى بنتكلم على سيفير هايبر بوليميا بيبقى نزل 130 كويس ويبقى ايه عنده سيجرز او يوز ماتش ستيل وده احسن مكان له يبقى اي سي خلاص. وساعتها بقى نستعمل ايه الهايبر بوليكس اي. بص دي بقى السين اللي بنقول عليه ما يبقاش في الكيس في السيرم صوديوم اكتر من 3 اورز خلاص او اكتر من 2 في الكوكتيل خلاص ف في الكوريكشن خلاص دي ساعات سيب الكويشن كده ان انت تعمل 3% سلايد وتزودها تديها في الفيوجن 1.2 ملم بير كيلوجرام بير اور خلاص. بس دي هتبقى غالبا من هتبقى اي تيوب في الفيرست في اورز وبعدين ممكن تقلل لو صوديوم عالي خلاص. لو وصل صوديوم مثلا ل 1 فنش ولا حاجه تبتدي توقف الهايبر تراكس لاين ده وبعد كده تمونيتور يا اما تقلله يا اما توقفه خالص او لو كلش سبب ده اتحسن يبقى خلاص دايما خلاص. خد بالك هنا بس موقع بوتاسيوم عشان معانا كان في 3.4 بوتاسيوم. لو هديت بوتاسيوم كان هيبتدي يسود خلاص. هديت بوتاسيوم كان هيبتدي يسود. وفي بس ايه اللي هو بس على نيو ثيرابيز هي حاجات دراجز جديده اللي هو الكرونيك هايبر ليبيديميا في حاجه اسمها فازو سنتر انتاكس اللي هي بتبقى بتاع وده ممكن برضه تستخدمها في الكرونيك هايبر زاد في هايبر ليبيديميا او هايبر خلاص. طيب ايه السوبر؟ ممكن ما تشوفوش كتير من دول خلاص. بس لما تيجي عايزه كده
لون بس بس مش عادي. عشان نشوف نشوف من عندها تعالي. برايمري هايبر كويس. يعني ايه انت هنقسم بس كاتيجوريز كده الاول عشان ما نحطش منها حاجه. رين فورس كويس. ايه تاني؟ باسكول زي ايه؟ بروفالين كويس؟ زي بورتيشن. واخر حاجه برايم هايبر اندستريزم زي ايه؟ يعني ايه الجزء الكبير؟ الكرايتوس بيبقى ايه؟ رين ديزيز اي حاجه بس فتره برضه فيها نفس الفلوس كوارتيشن بلس بريد كرايتوس. طبعا ايه لو عندنا ميل لو عندنا في ميل فكر في بريجنسي خلاص؟ في كلابس خلاص؟ ايه اللي كرايتوس في هايبر تنشن؟ اسمه ايه؟ فاس فاس مش عارف اسمه ايه؟ كوشنج سندروم كوشنج كويس. برضه ايه لما نيجي نعمل سيلكت الانفستيجيشنز
select the least invasive with the lowest price and more accessible. Plus, let's start up there accessible, cheap, where by defect. Defect, I mean. And it takes it polycystic kidney, renal stenosis. I say one kidney smaller than the other. Plus, a defect. How we can move a large kidney, how we can steal it. Plus, can. Ultrasound, real. Electrolytes, plus. And send it in.
في الاول الفينش بتتقسم ده يعني تقسم تابلتس او شغل خلاص قبل ما يبقى لوجر وبعدين تعمل انسيرشن خلاص وبعدين ايه معانا زي ما قلنا برايم هايبر انسيرشن كويس فشوف على فكره هايبر انسيرشن كان دي اب تو 10-15% خلاص فايه يعني عيلين الهايبر تنشن الموجودين دول بيبقوا مسك برضه احنا بنتكلم عن الالكترولايتس فايه هنا كورليت في الهايبر تنشن في الهايبر كريميا فكر في الهايبر تنشن خش الدوت كوم اللي بتعمل كده غالبا هيبقى فيه في المانيفستيشنز خلاص سيفير كوشنج خلاص وهي التوبيك حاجات فيري 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 خلاص فده احنا بنسمي الديسكوت برايم هايبر انسيمس شويه احنا هنا عندنا برايم هايبر انسيمس ايه النكست ستيب هنعمل ايه؟ يعني مجرد بقى ايه كده دي بقى يعني حاجه سوفيستيكيتد شويه بص عادة عادي كام كونفرميشن الاول